لسه مكملين معاك وطبعا ومع نجمنا وضيفنا النهارده اكيد حد من الشخصيات اللي انا بحبها جدا وتعاملت معاه عن قرب طبعا لما كنت موجود في بيراميدز. شخص عفوي ويمكن دي اكتر حاجه بتخلي الناس تحبه. هو بيتعامل بطبيعته وبيتعامل بعفويه، فدي دايما الشخص اللي هو بيتعامل بطبيعته وعفويه بتلاقيه دايما الناس بترتبط بيه وبتحبه، وده ان دل فبيدل على طيبته وطيبه طبعا الاهل وطبعا المكان اللي هو اتولد فيه. نجمنا النهارده محمد مجدي قفشه. الخوف مش من اللي جاي، الخوف من اللي بعد كده. انا جاي الناس كلها بتسالني اساله ايه الموضوع ده. طبعا كابتن احمد مبسوط اني مع حضرتك. انت عارف انا بحبك جدا، يعني من 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 ساعه ما انا اتفرجت من 2006 بطوله افريقيا وانا بحبك جدا في الملعب، وما كنتش اعرفك شخصيا، ولما عرفتك بصراحه بعد كده انا يمكن حبيتك اكتر وعرفتك على مستوى الشخصي. يعني انت من الناس انا بحترمها جدا كمان وبحبها جدا في الكوره جدا، لعيب ما كانش في حد شبهك كتير، والحاجات دي بتبقى قليله. ومبسوط اني معاك النهارده، وان شاء الله ابقى يعني حلقه كويسه معاك ورد على كل حاجه انت عايزها ان شاء الله. هو احنا بس حلقاتنا هنا شويه بتبقى ايه يعني فيها لغم شويه. لا تعايد ما تقلقش يا كابتن، انت جاهز. انا عارف ان انت جاهز وان انت الدنيا تمام بالنسبه. طيب في الاول خليني بس، انا مهم قبل ما اطلع بقى ونسال والكلام ده وكده، ايه المقوله اللي انت قلتها دي؟ وبعد كده رحت قايل واحده ثانيه برضه مش ممكن، علي معلول احسن هي. انا بالنسبه لي بتاع علي معلول دي الاصعب مش الثانيه، يعني الثانيه دي يعني علي معلول لحد دلوقتي، يعني جيت بتكلم انا وعلي في مره بسببها، انا لحد دلوقتي مش عارف انا قلت كده ازاي بتاعت علي. ولا مش عارف هو بيلعب ناحيه الشمال؟ لا لا مش للدرجه دي. هي والله العظيم يا كابتن لحد دلوقتي انا مش عارف قلتها ازاي طبيعي. لكن الثانيه بتاع الخوف مش من اللي جاي وكده، دي بالنسبه لي اللي انا كنت بتكلم على ماتش فقلت الاهلي لما بيقع عارف هو بيقف ازاي. صح، فهي دي كانت القصه بالنسبه لي. الاهلي لما بيخسر حاجه هو الاهلي عارف امتى هيبقى كويس. يعني مثلا احنا في بدايه الموسم السنه دي خسرنا بطولتين اللي هي بتاعت السوبر الافريقي والبطوله اللي هي الدوري الافريقي الجديد. الدوري الافريقي السوبر الافريقي، بس احنا برضه عارفين اللي احنا هنتعب وهنشقى وعارف. هي دي كانت بالنسبه للكلام ده كله، كانت هي دي الحكايه في الحته دي، ان انت ان احنا مش الخوف علينا في اللي جاي، لا الخوف بعد كده بالظبط كده. يعني والناس بعد كده تخاف مننا. أي، عشان احنا لما بنبقى وحشين او مقصرين او ما خدناش بطولات بنيجي بنبقى صعب على كل الناس. حلو يعني. حلو في النهايه افيه طلع حلو وبقى ترند بالنسبه لك. حلو. طيب خلينا بمناسبه ان انت قلت لي ان الاهلي حتى لما بيقع بس هو بيعرف يقوم امتى، وده اللي حصل وده اللي احنا شفناه. النادي الاهلي بيخسر السوبر الافريقي، النادي الاهلي بيخسر البطوله المستحدثه اللي هي البطوله الافريقيه، النادي الاهلي في الدوري الممتاز اخر لقائين سواء الجونه سواء سموحه انتوا بتتعادلوا وبتروحوا كاس العالم للانديه. النادي الاهلي مش في افضل حالاته، ولكن شفنا اهلي مختلف في كاس العالم للانديه. ايه التحول اللي حصل ده؟ والله يا كابتن مش يعني انا ما بحبش اقول تشبع والحاجات دي كلها، احنا عشان خدنا البطولات السنه اللي فاتت كلها. ما بحبش اقول ده، لان لو في لعيب بياخد 5 بطولات ويجي يبقى مش عايز ياخد تاني يبقى دي عيب في اللعيب. يعني اكيد انا بشوف ان انت لو واخد 5 السنه اللي بعدها المفروض تتعب اكتر عشان تاخد 5 و6 و7 وتزود. يعني حصل دروب طبعا، كانت اصعب حاجه اللي انت في اول السنه هتلعب سوبر افريقي اللي انت خسرته، فدي كانت وحشه. في ناس زعلت، في ناس اتضايقت بتاع، لكن هي الميزه في جوه النادي يا كابتن احمد، لما بتخسر ما بيحصلش دوشه، ما بيحصلش كلام كتير. ممكن يكون في السوشيال ميديا والاعلام في كلام كتير جدا وتفاصيل، لكن احنا جوه في النادي الاداره واللعيبه وجوه اوضه اللبس والملعب لا ما فيش الكلام ده. في خلاص احنا يا جماعه خسرنا، فالزعل مش هيحقق حاجه، لكن نفكر في اللي جاي بالظبط كده. اتعب واشقى واعمل اللي عليك، وزي ما انا قلت الخوف مش من اللي جاي، من اللي بعد كده. بس يعني ايه الاختلاف بقى في كاس العالم للانديه؟ بتقدم مباراه كبيره جدا جدا قدام الاتحاد السعودي، واعتقد ان انتوا اتاثرتوا بان الجمهور السعودي بدا ان هو يقلل منكم ويقلل من قوه النادي الاهلي ويقلل منكم انتوا كنجوم. ده اداكوا دفعه اكتر من انك انت النادي الاهلي عايز تنزل تكسب. صح، ولكن يمكن الناس كلها قللت من قيمه اللعيبه وقللت من قيمه النادي الاهلي، وقالوا ان الاتحاد وفي بنزيما وفي كانتي وفي لعيبه كتير جدا جدا موجودين، ولكن انتوا على ارض الملعب لا، انتوا الموضوع اثبتوا ان الموضوع مختلف تماما. لا هو بص يا كابتن، كاس العالم برضو يعني حاله خاصه كده، انت عارف لعيبه الكوره حضرتك لعبت تقريبا كاس عالم مره او مرتين. لعبت 2008 مره واحده. يعني كاس العالم بتبقى الدنيا مختلفه، اجواء، ملاعب، نظام،
يعني مثلا يا كابتن في حاجه هنا مثلا عندنا في مصر من اسوء الحاجات اللي لعيب الكوره يقدر يطلع عليها امكانياته هي الملاعب. احنا ما عندناش ملاعب كويسه، في ناس ممكن تشوف الملاعب في الشاشه كويسه جدا لكن لا ما فيش كده. هو الملعب الوحيد اللي في مصر اللي انت تقدر تلعب كوره كويسه عليه هو استاد القاهره. غير كده بقيه الملاعب بصراحه مش احسن حاجه، وده مهم للعيب اكيد ان هو يلعب على ملاعب كويسه عشان يطلع امكانياته اكيد. بس فاحنا لما رحنا كاس العالم احنا رايحين مركزين عشان بطوله كبيره وعايزين نحقق فيها حاجه. طبعا سمعنا بقى الكلام والاعلام والجماهير والحاجات دي كلها، ويعني في كلمه كده انا بقولها دايما على الاهلي، الاهلي بالذات يا كابتن احمد ما تعاندش معاه ولا تعاند معاه ولا تعمل حاجه قصاده، لان هو انت هو مش هيرد عليك بس الرد بتاعه يبقى في الملعب. فاحنا خدنا كل الحاجات دي حافز لينا واتكلمنا مع بعض وقعدنا كتير جدا، يمكن ده كان اطول معسكر عملنا 17 18 يوم صحيح، من يوم 11 لحد 28 لحد السوبر. يعني احنا قعدنا مع بعض كتير جدا، تقريبا كنا كل ماتش بنقعد قبل الماتش بيوم كلمنا اللي احنا لازم نكسب عشان احنا لازم نعمل حاجه. ما كناش عايزين ناخد ثالث عالم بصراحه، وده الكلام اللي دار بينا. احنا كلنا كنا نفسنا نلعب نهائي ايوه، لكن كان في ايديكم تلعبوا نهائي بالظبط. احنا ممكن كانت تبقى في ايدينا احنا اللي ضيعناها من ايدينا احنا. ماتش فلمينز طبعا كان لازم تتعامل بشكل افضل من كده. فماتش الاتحاد لما نزل الملعب يا كابتن احمد حضرتك لعبت كوره في اوروبا يعني أكيد. الدنيا في الملعب خلاص، انت لعيب هو لعيب صح، شخصيتك بقى وامكانياتك والحاجات اللي هي بتاع جمهور النادي الاهلي موجود بالظبط بتلعب في ملعبك، جمهور في كل حته يا كابتن احمد، جمهور النادي الاهلي في كل حته والله العظيم. بالاخص دايما في الدول العربيه بتلاقي الجمهور بالزبط. كمان جمهور النادي الاهلي بيبقى انت بتحس ان انت بتلعب في مصر، مش الموضوع مش مختلف بل بالعكس هم يكونوا متشوقين اكتر لينا كمان بالزبط. وهم كمان يا كابتن خلي بالك تقريبا لما اتحطوا تحت ضغط من الجماهير بتاعتهم انا حسيت اللي يعني انا استغربت بصراحه في الملعب. انا كنت قاعد في الماتش ده انا ما نزلتش، كنت قاعد على الدكه، انا كنت بتفرج. انا من الناس لما بقعد على الدكه بحب اتفرج اشوف الحاجات اللي هي الحلوه والوحشه، فلا كنت بشوف حاجات ملعب فاضي في مساحات رهيبه يا كابتن احمد. مش دي لعيبه اوروبا، هو مع احترامي ليهم طبعا كلهم لعيبه، بس في حاجات في الملعب، فوارغ في الملعب انك تقدر تلعب فيها وتلعب كوره حلوه سهله جدا. يعني مثلا لو كانوا بيضغطوا علينا من قدام نص الملعب فاضي وفي مساحات، فاحنا بصراحه خدنا وعد على نفسنا كلنا ان احنا لازم نكسب صحيح ايا كان بقى الاحداث اللي حصلت قبل اللقاء والضغط الجماهيري وطبعا الاعلامي والصديق العزيز وليد الفراج الكلام اللي قاله على فريق الاتحاد وان والجمهور الاتحاد السعودي ان احنا هنكسب اربعه والكلام ده وكده، زي ما انت بتقول انتوا نزلتوا الملعب الموضوع مختلف، انتوا الافضل انتوا الاحسن 11 ضد 11 يعني انا معاك، بس طبعا اكيد بيبقى دايما في فروقات فنيه اكيد ده موجود، ولكن ده قلقكم قبل المباراه يعني خلاكم قلقانين فعشان كده تركيزكم كان افضل؟ والله يا كابتن انا ما سمعتش الكلام بتاع المذيع، ما اعرفش والله ما سمعتوش خالص وما شفتوش. بس احنا يعني اللعيبه كانت بتتكلم في لعيبه. طب ما سمعتش بعد كده؟ والله ما سمعت. لا بعد الماتش والله ما سمعت. لما قالك هو الواحد ما يعرفش يهزر معاكم والله ما سمعت خالص ولا دي ولا دي. والله لا هو على فكره هو طبعا وليد فؤاد يعني شخص طبعا هو محب للنادي الاهلي، هو ممكن يكون هو سبب الخساره لا هو محب كمان للنادي الاهلي يعني هو محب جدا جدا للنادي الاهلي، الناس كلها محترمه هناك وبعدين يمكن الحاجات اللي هي النفسيه اللي هي قبل اللقاء، بس بعد الماتش كمان يعني الراجل طلع قال لك يا جماعه احنا ما ينفعش نهزر معاكم اللي هو بقى يعني يعني هو انتوا المصريين ما ينفعش الواحد يهزر معاكم، ده انتوا كمان ما كسبناش واحد لا ده اثنين لا مش اثنين لا ده ثلاثه، فهو خدها بشكل كوميدي. بس الضغوط دي خلتكم تبقوا انتوا تركيزكم يكون اكبر في الملعب؟ طبعا الكلام ده اللعيبه قالته كمان، واحنا كمان في المحاضره اتفرجنا على فيديو للجماهير وهم بيقولوا اللي احنا عايزين كده، واتفرجنا على الحاجات دي كلها، الحاجات دي ادتنا دفعه طبعا وفرقت معانا في الملعب، انك خلاص انت شايف حد بيقلل منك صحيح او حد بيقول انا هكسبك، فلو انت عايزه يكسبك يبقى انت مش كويس او انت مش جامد بقى يبقى ما تلعبش. بس فاحنا كلنا متفقنا ان احنا لازم نكسب عشان الحته دي عشان حتى جماهير الاهلي ما تتضايقش. طيب 3-1 الاتحاد تخش على فلمينزيو مباراة سهلة جدا جدا، والنادي الاهلي كل الجماهير توقعت ان هو يكون في النهائي ولكن الاداء ما كانش افضل ما يكون. ايه اسباب ان اداء النادي الاهلي اتغير؟ كان في فرص للنادي الاهلي بس هي فرقة مميزة عارفة تقف بشكل كويس، فرقة بتلعب باستحواذ، ولكن النادي الاهلي دخل معاها في ان هو يلعب على الكاونتر اتاك، ما بقاش يلعب اللي هو استحواذ. لان النادي الاهلي انا شايف ان انتوا كان في استحواذ في اللقاء ده كان الامور هتبقى متكافئه لحد ما انت تقدر تجيب جول. ايه المتغير اللي حصل؟ هو ممكن يا كابتن الحته اللي حضرتك قلت عليها احنا نلعب على الكونتر اتاك بالظبط، هي دي ممكن تكون احنا عملنا كده او اللعيبه عملت كده في الملعب عشان في تعب كنا لاعبين قبلها بيومين. لكن زي ما حضرتك قلت احنا ضيعنا كتير جدا صحيح، وفي الكوره دايما بيقولوا اللي بيضيع بيستقبل، فهو صحيح. ده اللي حصل. وبعدين انت جيب فيه الجون في وقت كانت تقريبا الدقيقه حاجه و70 فبعد كده مفيش وقت تاني، بعدها جه فيه الجون فخلاص. لكن احنا قصرنا في الماتش ده،
كنا نستحق ان احنا نكسب، لكن ضيعنا كتير ومفيش توفيق، والحمد لله يعني الدنيا مشت كويسه. واهم حاجه اللي احنا برضه يا كابتن احمد ما خسرناش حاجه، يعني خسرنا الماتش ده بس عرفنا ناخد مركز ثالث، ده مهم يعني، وده اداك حافز كويس اللي انت تروح تكسب السوبر يعني. طيب انت بعد كده ثالث العالم، وبعديها على طول ب 72 ساعه انت بتدخل في السوبر المصري، ولكن قفشه كان متالق في كاس العالم اللي هو كانت في المغرب. ما يعني في السعوديه ما كانتش الامور بالنسبه لك افضل ما يكون. انا لعبت ماتش واحد من الثلاثه بالظبط، نزلت كمان، لعبت بالظبط، نزلت هي كنا خاسرين فيها دي 2-0. ايه الاختلاف يعني، ايه الاختلاف ان انت تالقت هنا، وايه الاختلاف ان انا هنا كنت بعيد؟ والله يا كابتن احمد انا مش عارف يعني. هي انا دايما يعني انا ماليش في المشاكل، وما بحبش المشاكل، وما بحبش اصلا اوصل لحاجه فيها مشكله. حضرتك عارفني يعني من ايام بيراميدز. صحيح. بس انا يعني كنت انا بحب دايما يا كابتن احمد لو في حاجه مش واضحه بحب افهمها. ايوه يعني انا من الناس دي اللي بحب دايما افهم، لو انا مش فاهم هزعل. فقعدت مع المدرب بصراحه، اتكلمت معاه وبتاع السنه اللي فاتت، قلت له ايه اللي ناقصني وانا ما عنديش مشكله، انت صاحب القرار وتلعب اي حد. كان حمدي ساعتها موجود هو وديانج بيلعبوا يعني. ايوه. فقال لي انت بتتمرن كويس وبتعمل كل اللي عليك. انا كده كده يا كابتن احمد بتمرن كويس. اكيد يعني انا بص يا كابتن احمد، لعبت ما لعبتش انا هتمرن، لان ده اكل عيشي. انا ما بقتنعش بالناس اللي هي بتقول لك وانا بلعب اتمرن كويس وانا ما بلعبش ما اتمرنش. صحيح. فكل واحد بقى طبعا وشخصيته ودماغه بيفكر ازاي. انا دايما بتكلم مع ناس معينه، لعيبه معينه، انك مش وانت بتلعب تتمرن، طريقه اللعب هي السبب. لا والله ما بتلعبش يعني. ليه يا كابتن؟ انا لعبت 8 مع الكابتن ايهاب جلال، لعبت 8 مع الكابتن حسام حسن في بيراميدز، لعبت 8 مع الكابتن حسام بدري في المنتخب، لعبت 8 مع في نادي الاهلي مع الكابتن سامو مصلى لما مسك شويه. صحيح. انا بلعب 8 بس. هو الراجل لما قعدت معاه قال لي انا عايزك تدافع زي حمدي وديانج. وانت دي مش يعني هم امكانياتهم الدفاعيه اقوى طبعا. طبعا انا رديت عليه بصراحه، قلت له انا طبعا هحاول على قد ما اقدر اعمل اللي انت عايزه، لانك انت كمدرب عايز اللعيب بتاعك ينفذ التعليمات اللي انت عايزها، فانا هحاول. قعدت معاه بصراحه، هو قال لي كده، قلت له انا هحاول اعمل كده، عملت كده. عملت كده يا كابتن احمد، عملت كده وبقيت ادافع 70% و30% مهاجم. يعني قليت الحته اللي هي المميزه اللي عندي. بالظبط. بس خلاص طالما المدرب بتاعك عايز كده فانت لازم تعمل كده. عملت كده ولساعتها لعبت. انا كابتن احمد السنه اللي فاتت احنا لعبنا يعني السنه اللي هي كلها لعبنا حوالي 60 ماتش. انا ما طلعتش ولا ماتش بره القايمه غير ماتش واحد. ايوه. اللي هو بتاع المصري اللي الراجل كان مريح فيه اللعيبه كلها. صحيح. انا كل الماتشات انا موجود الحمد لله موجوده، يعني لو ما لعبتش بنزل، لو بدات. ففي ناس بتقول ان انا ما بشاركش، لا انا بشارك. اكيد بس أكيد. في فرق بين ان انا بشارك ببدا، فرق اللي انا عادي انا ممكن ابقى قاعد بره اصلا وانزل ابقى كويس جدا، فدي بتفرق. هو كمان عمل ميزه السنه اللي فاتت كولر في روتيشن اللي هو كان بيعمله، ان هو بيحصل ان انت بتلعب شويه، ممكن حسين الشحات، ممكن الناحيه الثانيه محمد طاهر بيبدل معاه كهربا وشريف. كهربا وشريف واحمد عبد القادر لما كان في حاله فنيه عاليه. فده وضع طبيعي لان المراكز دي سهل فيها التغييرات كتير. طب بما اني اتكلمت على المشاكل خليني اروح، ما عملتش ولا مشكله خالص في بيراميدز؟ لا، حتى لو عملت مشكله يا كابتن انا مش متعمد اني اعمل مشكله. ودايما هتلاقي مشاكلي علشان حاجه عاديه، مش عشان حاجه فيها لفظ او حاجه فيها قله ادب او لا. طيب. دي مش عندي يعني. خليني احكي معاك حكايه كده. طيب. عشان برضه ايه يعني جمهور النادي الاهلي فين وانا في بيراميدز يعني؟ ايه وانت في بيراميدز؟ انا عارف خلاص. كده انا عرفت. طيب خصم منك كام؟ فين؟ ما انا خدتهم، انت اديتهم لي بعد السنه. طيب خليني بس احكي حكايه كده. اما انا كنت موجود في بيراميدز وكان معايا قفشه، وقفشه طبعا اكيد من اللعيبه المميزه، وهو كان عنده عشق ان هو يلعب في النادي الاهلي. ووقتها حتى انا اتكلمت معاه وقلت له، كنا في اسكندريه. بالظبط، كنا في اسكندريه وانت جيت اتكلمت معايا وكده، وقلت له تمام يعني لما يتقدم عرض رسمي مفيش مشكله يعني نبدا نفكر في الموضوع، وانا عايز يعني عايز احقق لك رغبتك لو ده صح، لو ده رغبتك. واذ افوجئ، عملت ايه بقى انت؟ لا ما انت لازم تحكي. طب ايه سبب خصم 250,000 جنيه؟ طب اعمل ايه طيب يا كابتن؟ هو بصراحه يعني انا كنت مستني لحظه في اي يوم في حياتي اللي انا الاهلي يقول لي انا عايزك بصراحه. صحيح. فهم لما كلموني وانا في انبا انا ما عرفتش، حصل ظروف خاصه في النادي فرحت بيراميدز. فانت طبعا لما النادي كلموني وبتاع ولقيت بتوع بيراميدز عنده معايا، كنا في اسكندريه ساعتها، رحت انا منزل تيشيرت بقى. أيه. نزل صوره بتيشيرت احمر. أيه. كتبت ايه؟ لا مش فاكر. كتبت انا هعمل ايه تاني؟ مش كده؟ انا مش فاكر الكلام بصراحه، بس انا كنت يعني كان اهم حاجه عندي التيشيرت. أيه. يعني اللون الاحمر يعني. بس فلما عملت كده بعدها بكام يوم لقيتك بتخصم منه وبتاع، فرحت منزل لك صوره بتيشيرت ابيض. ايوه.
فخلاص بقى يبقى مفيش. لا هي القصه مش كده، لا هو بالعكس، وانا وقتها يمكن لو تفتكر ان انا لما اتكلمت معاك قلت لك عايزك تمشي بالطرق السليمه، اللي هو لان في الاول وفي الاخر انت برضه بتلعب في نادي، ويجب انك انت تحترم النادي اللي انت موجود فيه، وبالعكس طبعا. انا كنت حابب انك انت تاخد الخطوه دي. لا وبصراحه كمان يا كابتن احمد يعني حضرتك والكابتن حسام البدري يعني صحيح. بصراحه من الناس اللي ساعدتوني كتير في الحته دي، ودي حاجه انا قلتها كذا مره وبقولها في الاعلام لما بطلع او بقولها مع اصحابي او مع الناس، يعني كابتن حسام البدري بصراحه انا بحترمه جدا وبحبه أكيد جدا اكيد طبعا. وحضرتك يعني انت عارف انا بحبك ازاي يعني، وانت اخويا الكبير، انتوا الاثنين بصراحه يعني من اكتر الناس اللي ساعدتوني في الخطوه دي، وانا اتكلمت معاك كتير في الموضوع ده وقلت لك كابتن احمد انا مش هيجي لي الفرصه دي تاني. صح. وانا اعتقد ان الامور هتبقى صعبه كمان الايام اللي جايه ان حد يجي من بيراميدز للاهلي. في خلافات وبتاع، فانا ساعتها كنت بحاول مع حضرتك انك تسيبني وكده، فانت بصراحه كان ردك عليا انا همشيك واعمل لك اللي انت عايزه بس لما يجي حاجه رسميه قفش. بالظبط لما كانت الامور يعني تمشي بالطرق السليمه. وكابتن حسام نفس الكلام بصراحه. بالظبط. وخليني اقول لك انك انت عايد الاهلي، انت كان في وقتها عايد نادي الزمالك. صح. مش كده؟ بس كانت بطريقه ثانيه. يعني عرض نادي الزمالك لما جالي ما كانش جالي انا شخصيا، هو جالي النادي بيراميدز. صحيح. فلما حد من بيراميدز جالي كلمني بطريقه مش طريقه وحشه يعني، كلمني بطريقه اللي هو انا عايزك تروح عشان هجيب لعيب من الزمالك. ما انا عارف عارف. حضرتك عارف الموضوع، فانا استغربت قلت له لا انت ما تجبرنيش هنعمل ايه؟ انت تجبرني ان انا اقعد في النادي لان انا بلعب في نادي بيراميدز ده حقك، لكن ما تجبرنيش اروح فيه. انا لو همشي من النادي انا مش هروح غير الاهلي. عايد الزمالك ماديا كان افضل؟ والله ما كنتش وصلت للاتفاق. انا ما اتكلمتش يا كابتن مع حد، انا عرض الزمالك جالي لما كنت داخل النادي الاهلي. كلمه الوكيل وبتاعه وقال له في واحد اتنين تلاته والكلام ده كله، لكن انا اصلا يا كابتن احمد ما كلمتش حد من الزمالك بصراحه. واصلا اي حد يتشرف ان هو يلعب في الزمالك بس انا الناس ما كلمونيش. طيب بس خليني قفشه مؤخرا تاكيدا لكلامك، ويمكن احنا كنا مع بعض في الساحل موجودين وقلت لي ان انا وقعت للنادي الاهلي مش كده؟ صح. وقعت انت للنادي تجديد. التجديد ده تم ازاي؟ ويا ريت بس لو 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 في حاجه جايبها لي لو الصوره اللي احنا يعني نحاول نجيبها كده. وانت كان ليك وقتها كلام معايا ان انت حتى التوقيع بتاعك كان في البيت. الصوره دي طيب. الصوره دي يا كابتن احمد انا اول مره اشوفها عامه، يعني الصوره دي مش مع حد يعني، اول مره اشوفها في بره تليفوني. ايوه لان انا بس اللي معايا الصوره دي على التليفون انا والوكيل. أيوة بتاعي. يعني انا خدتها من تليفونك مثلا؟ لا لا انت خدتها من الوكيل بتاعي. يعني انا خدتها من تليفونك. انا اقول لحضرتك على حاجه، عندنا فئه اعداد بتشتغل. احمد شطار. الصوره دي يا كابتن احمد خليها ندعوش. معلش مصطفى خليها لو سمحت على الشاشه. يعني الصوره دي يا كابتن احمد هتكلم عليها وبسبب الصوره دي هقول الرساله للكابتن احمد حسام ميدو، يعني عشان الكابتن. لا لا انا بحبه جدا. ما تعملناش مشاكل. الناس بترجع بعد كده يقول ان احنا مش بنعمل مشاكل. لا يا كابتن. طيب. انا مش بتعمل طيب. لا لا مش قصدي اقول لك والله. ميدو حبيبي طبعا. قول اللي انت عايزه. حسام خلي بالك انا بحبه جدا لان انا بحترم جدا يا كابتن الراجل الصريح. صحيح. الراجل الجريء اللي هو يتكلم صحيح. بقلب حتى لو الحاجه دي غلط يقولها بس يقول الصح. انا بحترمه في الكلام ده كله وانا بحبه جدا وعلاقتي بيه كويسه. بقى عندنا مشكله قفشه اللي بيقعد هنا دلوقتي ويجي يوجه رساله ثاني يوم بيطلع برنامج ثاني. لا 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 مش قصدي. الناس بيقولوا اصل احنا بنعمل. لا لا بالعكس خلي بالك يا كابتن احمد. طب قول اللي انت عايزه بس قول لنا التوقيع بتاعك هنا. ما انا هكمل بس عشان الحته بتاع كابتن احمد عشان ما انساهاش. كابتن احمد سميده تمام. في فلوس هنا بس موجوده؟ لا يا كابتن. مفيش ارقام فلوس يا كابتن. ده في البيت عندي على بياض. مفيش حد من النادي الاهلي كان معايا. ده بس هكمل الحته بتاع كابتن احمد سميده عشان ما انساهاش. خد. فانا لما جددت كابتن احمد سميده طلع قال مفيش حاجه اسمها تجديد على بياض. مفيش الكلام ده. هو اتكلم يعني وقال قفشه خد الفئه الثانيه والكلام ده. معرفش قال رقم كام ساعتها. انا سمعته لان انا مش هتكلم على حد ولا اقول على حد حاجه غير لما اسمع يعني. طيب. وانا اقسم بالله بحبه جدا على مستوى الشخصي يعني اكيد. فالمهم انا بقول له يا كابتن احمد انا بالذات لو الاهلي عرض عليا 10,000 مره عقد اللي انا اجدد على بياض انا هعمل كده. ولو الاهلي عرض عليا كل يوم اللي انا اجدد هعمل كده. انا بحب الاهلي واللي ما لعبش اللي ما لعبش في الاهلي ما لعبش كوره. واي حد في نادي الاهلي وحضرتك لعبت يا كابتن احمد صحيح. هيخش نادي الاهلي هيعمل كل حاجه حلوه. هياخد احسن بطولات. هيلعب في احسن مكان. هيلبس احسن لبس. كل الناس هتعرفه. دي قضيه جديده دي خلي بالك والله يا كابتن. ما دي قضيه جديده انا بحب الكابتن ميدو جدا اقسم بالله. لا لا مش قصدي بس بوضح له ليه. لان انا مضيت على بياض اقسم بالله ما كان معايا ولا امير توفيق ولا حد من النادي. يعني العقد ده انت مضيته وبعته النادي الاهلي. انا يا كابتن لما قابلت حضرتك في الساحل انا قلت لك ان انا جددت. صحيح. انا كان الكابتن زياد عبد الحفيظ مكلمني في التمرين. كنا بنلعب فاولات انا وهاني وطاهر. هو جاي لي قال لي قفشه بعد خلص تمرين تعالى نقعد مع بعض علشان نتكلم في تفاصيل الايه العقد. قلت له يا كابتن انا مش هتكلم مع حضرتك في اي حاجه. تمام. يا كابتن مش هتكلم مع حضرتك في اي حاجه.
حضرتك جهز العقد وجهز اللي انت عايز تحطه والنادي يحطه والكابتن الخطيب يحطه وانا هاجي امضي وامشي. قال لي يا ابني ازاي؟ قلت له يا كابتن اللي بقول لحضرتك عليه مش هتكلم معاك تاني. رحت سايبه ايه ومشي. فهو راح جاي نادالي قال لي على فكره مفيش حد عمل في حياتي كده معايا غير الكابتن ابو تريكه. قلت له يا كابتن انا النادي ده خيره عليا فلازم اعمل كده، انا بحب الاهلي يا كابتن. ايا كان بقى، فانا عملت كده عشان حبي في النادي وحب ابويا وامي واخواتي للنادي الاهلي. صحيح. بس كده. فرحت مكلم الوكيل بتاعي عبد الرحمن واسلام، كلمه امير توفيق، قال لهم راح جابوا العقد وبتاع، قول البيت قبل ما اقابل حضرتك في الساحل. أيه. وانا حتى ساعتها قلت لك اقسم بالله ما كان حد يعرف غيرك. انا عارف والله في اليوم ده. بس انا ما ولا حد عارف خالص لحد ما اعلنت يعني. طبعا عارف. فرحت جيت انا بصمت زي ما حضرتك شايف العقودات كلها 4 عقودات. صحيح. ورحت مد الورق لعبد الرحمن واسلام قلت لهم روحوا اقعدوا في النادي، كان ساعتها بقى الكابتن سيد مشي. قعدوا مع الكابتن خالد وامير اتفقوا على كل حاجه، كلموني قلت لهم يا جماعه خلاص بس الكابتن عايزك تعمل اعلانين للنادي ببلاش. قلت له اعمل 5. قلت له لو اعمل اعلانين ببلاش اعمل 5 بس. الموضوع خلص. يعني كان في تواصل مع كابتن الخطيب ولا ما كانش فيه؟ لا ما كانش فيه. هو الكابتن كان بيكلمني بس في حاجات بسيطه بس دينا ما فيش حاجه في العقد ده. لا يعني. طب بمناسبه كابتن خالد بيبو، اخبار خالد بيبو معاك ايه؟ لا كابتن خالد حبيبي ده اخويا ده. لا انا بحبه جدا والله. طبعًا. هو طيب جدا وعلى المستوى الشخصي راجل محترم بصراحه. طبعا خالد طبعا من الشخصيات المحترمه. انا اعرفه من زمان كمان يعني، بكلمه من زمان واحنا انا وهو علاقتي بيه كويسه قبل ما يمسك كمان يعني. شايف ان بيبو دخل في توقيت مسؤوليه صعبه؟ طبعا توقيت لان انا حاسس ان بيبو برضو اتظلم شويه من الناس يعني، الناس ضغطت عليه ولسه جاي والفرقه كانت وحظه كمان احنا خسرنا بطولتين يعني. صحيح. بس هي النقطه مش في كده يا كابتن احمد، هي النقطه اللي هو جه بعد كابتن سيد وحفيظ. صحيح. كابتن سيد وحفيظ يا كابتن احمد واحد من اشطر الناس اللي ممكن تشوفها في الحياه في الموضوع ده. قعد كام سنه؟ بالظبط يا كابتن. يا ده سيد وحفيظ من وانا موجود. بالظبط كده. فما يعني تقارنش يا كابتن سيد كابتن خالد بيبو لان دي فيها ظلم. صحيح. 12 سنه مع اول شهر اول 6 شهور دي ظلم. صحيح. بصراحه. انما انت شايفه ايه يعني في شغله عامل ازاي معاك؟ لا هو كويس بصراحه معانا كلنا بصراحه. يعني بصراحه كل حاجه بيعملها لنا بصراحه. بص يعني دي شهاده منك لانك انت اكتر حد بتتعامل معاه. اصل انا بيبو ده بالنسبه لي يعني في حته ثانيه خالص يعني. جميل. وشهادت فيه مجروحه تماما. انما فعلا خالد بيبو من الناس المجتهده جدا، الناس المخلصه، الناس المؤدبه المحترمه اللي بعرف اتعامل مع اللعيبه كمان. بس انا حسيت ان هو يعني اتحط في ضغوط، هو يعني في النهايه راجل بيأدي مهمته. وانا شايف ان زي ما انت بتقول دي شهاده منك لانك انت اللاعب موجود معاه وطول الوقت بتبقوا موجودين. هو قدره بقى جاب. ايه قدره، هو بيلعب ماسك الاهلي. لا طبعا. اي حد يجي الاهلي يستحمل بقى الضغوطات والحاجات دي اكيد طبعا. اكيد. انما توقيعك كان على بياض بالنسبه للنادي الاهلي. والله الرقم اللي اتحط انت جديد بيه. انا ما اختلفتش معاهم اصلا في اي حاجه. انا اصلا المفروض انا كان فاضل لي سنه. فهم كانوا عايزين يرادوني من بعد البطوله 9 وال10. تمام. فما ما كان الدنيا صعبه والوقت هي صعب. هي القضيه كانت في 9 ولا في 10؟ لا القضيه 9. القضيه كانت في 9. 9. طب خلينا نطلع لفاصل ونرجع نشوف مع قفشه الهدف ده غير ايه في حياته. فاصل ولسه مكملين مع النجم محمد مجدي قفشه.
طبعا زي ما احنا شايفين ما شاء الله 5 سنين، ولكن ارقام كبيره جدا جدا لقفشه طبعا مع النادي الاهلي، سواء اهداف سواء نجاحات بطولات حتى مع المنتخب كمان. الهدف اللي قلب مصر كلها وافريقيا كلها 2019، القاضيه ممكن، الهدف ده بيمثل لك ايه رغم ان انت في 20 برضه احرزت في النهائي؟ ظلمني شويه الهدف ده مش كده؟ ظلمني شويه، لكن طبعا هي هو ده يا كابتن زي ما قلت لحضرتك، هو ده قدر اللي يلعب في الاهلي خلاص. أي. انت جبت حاجه فهتفضل مدى الحياه ل 100 سنه قدام. لا لكن بس في اهداف تفضل، امي رزق اخواتي رزق اهلي، فبصراحه برافو عليك والله. ما عنديش حاجه اقولها فيه بصراحه تاني. يعني كواليسه ايه يعني وانت مثلا بتستلم حد قال لك شوت حاجاتك دي بقى؟ إيه؟ لا حاجاتك لا لا, لا, لا انا كنت بشوت من تحت من لا 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 كنت ازاي تحت انت كنت بتشوت الكره تعمل كده؟ ايوه انا فاكر لك ماتش حضرتك لما جبت جون في نفسك بدماغك فاكر. انت بعديها اصلا لو لعيب غيرك في لعيبه ما بتجيب جون في نفسها خلاص بتطلع او ما بتكملش الماتش بتركز لا انت بعد الماتش ده جبت جونين. صحيح جبت جونين. فالشوطه اللي انت جبتها بعد الماتش ده صعبه جدا. كنت صعبه جدا. ثلاث جوان واحد فينا واثنين عليك. لا الجول اللي انت جبته الشوطه ده صعب، الكوره بتعمل كده الطب دي صعبه جدا. اكيد اكيد. بس يعني الهدف ده كواليسه ايه يعني وانت بتستلم رغم ان نادي الزمالك قبلها كان لسه مضيع زيزو طبعا كان شايط واحده جت في احنا قبليها حسين برضه وقبليها كان حسين مظبوط يعني كان ماتش ند ما بين الاهلي والزمالك انت خدت القرار ازاي؟ هو بص يا كابتن كان ماتش صعب بكل تفاصيله يعني. صحيح. بكل تفاصيله من اول يوم معسكر احنا عملنا 6 ايام. من اول يوم معسكر 3 جبت جوان انا والسوليه وشريف. مظبوط. انا الحمد لله يا كابتن كمان انا في التسعه والعشره خدت احسن لاعب في النهائيين. بالظبط. وخدت احسن جونين في البطولتين برضه. يعني البطوله التاسعه خدت احسن جون اللي هو بتاع الزمالك، وفي البطوله العاشره خدت في ماتش بتاع فيتا كلوب. فيتا كلوب. خدت احسن جون في البطوله برضه، بس طبعا ما كانش في حفلات زي دلوقتي واحسن لاعب في افريقيا واحسن جون في افريقيا واحسن، ما كانش فيه الكلام ده لان كان ساعتها كورونا. ايوه يعني لو مزبوط. يعني انا بحط نفسي في السنتين دول كنت احسن لعيب في افريقيا في السنتين دول يعني. لو كان في حفلات كنت اخد الحاجات دي يعني. هي لكن هي ما فيش نصيب يعني. هي ربنا ادالي في حاجه ثانيه حلوه يعني. دي حقيقه. انت فعلا اتظلمت في البطولتين دول لان فعلا ما كانش فيه الحفلات اللي هي بتاعت اتحاد افريقيا بتقام. انا اعتقد انك انت كان داخل القاره الافريقيه، انا اعتقد انك انت كنت هتحقق الحمد لله اني افضل لاعب. طيب في المباراه دي شيكابالا دايما ليه هدف كده طبعا هو التريد مارك بتاعه. شفت ازاي الهدف ده؟ لا جون صعب جدا. جون بص يا كابتن احمد انا يعني شيكابالا بحبه جدا اصلا، علاقتي بيه كويسه جدا وهو اخويا الكبير. هو عنده ما شاء الله رجل غير طبيعيه يا كابتن. يعني انا عايز اخد من رجله الشمال 10% عشان انا ما بلعبش بالشمال. ايوه. فانا عايز منه 10% بس. لا عنده ما شاء الله سينز وكواليتي وباص واسيست وشوطه يعني هو رهيب بصراحه. يعني هو انت شيكابالا هو داخل انت عارف ان هو يحط الكوره كده. لا والحراس بيبقوا عارفين ان هو يحطها كده. هي صعبه يا كابتن. هو ما ميسي بيعمل كده ما حدش بيجيبها برضه. أيوة. صعبه قوي يا كابتن احمد، صعبه قوي قوي قوي. صعبه جدا. وبعدين هو انت لو عايز تدور على حاجه سهله كنت ممكن في الاول تقطع الكوره. أيوة. لكن لما بتتشاط هي صعبه. ان هو بيعملها كتير حتى يعني هو ما شاء الله دلوقتي تقريبا 38 سنه. ومن فتره في افريقيا جايب جون زي كده نفس الحكايه. فهو يا كابتن طالما خد على شماله بتبقى صعبه جدا. مظبوط. طيب خليني اخدك بقى كده في اسئله كده سريعه كده لان احنا الوقت بيجري معاك وناس كتير عماله تبعت لك. طيب خليني اقول، هل التعاقد مع امام عاشور يمكن ده اثر على مشاركتك مع النادي الاهلي؟ لا ليه؟ انا يعني شاركت، انا لعبت. لا كتير. انا فاهم، انا فاهم يعني. طبعا امام خلينا برضو لان انا لازم اسالك على امام، هل لعيب مفيد بالنسبه لكم؟ هل يعني طبعا. شايفه اضافه كبيره للنادي الاهلي؟ طبعا يا كابتن امام عنده كواليتي رهيب ما شاء الله يعني. عنده كواليتي من الناس اللي هي بتلعب 8 مش طبيعي ما شاء الله يعني. هو من الناس اللي بتعرف تلعب كوره كويس قوي، من الناس. صحيح. اللي بيلعب تحت ضغط. فالكواليتي اللي عنده لا مش قليل في مصر. مع طب انا بالنسبه لي يعني احسن رقم 8 في مصر عمرو السوليه بالنسبه لي يعني. أي. يعني عمرو السوليه بالنسبه لي حاجه مختلفه عن اي حد في رقم 8 بالذات يعني. صحيح. لكن امام دلوقتي هو ما شاء الله. هو امام عنده ميزه ان هو متنوع يعني بالظبط. يعني تقدر تعتمد عليه طرف من الاطراف، تقدر تعتمد عليه 10، تقدر تعتمد عليه 8 يعني. هو لعيب عنده مرونه تكتيكيه. هو يعني هو لعيب كبير بصراحه. لا طبعا طبعا. امام اضافه يعني. انت شايف ان ملوش علاقه بعدم مشاركته؟ لا لان انا ممكن العب الناحيه الثانيه يعني. لعبت انا وهو قبل كده، لعبنا ماتش سموحه مع بعض وبدانا كذا ماتش مع بعض. بالعكس ده لما نلعب انا وهو في الملعب هتبقى الكره اسهل، الكره احلى، الكره لكن هي بتبقى يعني في الاول وفي الاخر المدرب هو صاحب القرار وهو اللي بيشوف مين اللي
اللي هيفيده ومين اللي عايزه في الماتش ده بس. لكن هو اضافه، لا اضافه طبعا، طبعا اكيد وجودك لعيب كبير جدا كده. وجودك مع امام مع من تحتيكو مروان عطيه او كوكا أو دلوقتي اللي ظاهر بشكل بالزبط. كويس او ديانج، انا اعتقد ان يديكوا دفع كبير. ولكن الراجل طبعا في وقت من الاوقات بيحاول يعمل اللي هي معادله الموازنه، الناس تعرف تدافع كويس وفي نفس الوقت امام بيقوم بالدور اللي هو رقم 10. طيب خليني نفس الحكايه اسالك، حققت انجازات كتير مع النادي الاهلي وحرزت اهداف في النهائيات، ايه الانجاز اللي نفسك تحققه مع النادي الاهلي لسه ما حققتوش؟ كان نفسي العب اخد نهائي كاس العالم، توصل نهائي كاس العالم. لو يعني انا كنت في حاجه في دماغي كده قلت لو لعبت كاس العالم وخدت كاس العالم للانديه ممكن اقول للاهلي مشوني بقى خلاص مش هلعب تاني، بس اجيب كاس العالم للنادي الاهلي. والله العظيم يا كابتن كان امنيه حياتي اللي احنا نلعب نهائي كاس العالم واخد كاس العالم. انا حتى ليا صوره واحنا بنسلم ناخد الميداليات انا مسكت كاس العالم كده، لان في حاجات برضه يا كابتن احمد انت هي بتتحسب لك مدى الحياه. هو الاهلي عمره ما خد كاس عالم، فانا كان امنيه حياتي ان احنا ناخد كاس عالم بصراحه. حلو، بس هو صعب، لكن أكيد. دي كانت اسهل بطوله انك تلعب كاس عالم، تلعب نهائي كاس عالم. وخد بالك اللي بعد كده يا كابتن احمد كله صعب، يعني الماتش الجاي الدنيا الكاس العالم اللي بعد كده هيبقى صعب جدا. اكيد طبعا هيبقى صعب. ده كنت هسالك ان اللي جاي بقى، لان انتوا كان عندكم فرصه ان انتوا توصلوا نهائي بالظبط، اكيد قدام مانشستر سيتي طبعا اكيد الامور كانت هتبقى مختلفه. طبعا فريق كبير ومن طبعا اعظم فرق موجوده، بشجعه مثلا من اعظم انا عاشق جارديولا. كانت الامور هتبقى صعب، بس كان نفسنا طبعا امنيه ان كان النادي الاهلي يكون موجود في النهائي. لكن انت الانجاز بالنسبه لك ان نفسك تحقق مع النادي الاهلي كاس العالم. لكن انا الحمد لله معايا بطولات كتير في الاهلي وخدت كل البطولات، بس يعني ان شاء الله الفتره الجايه انا نفسي اخد بطولات افريقيا كتير قوي، يعني نفسي اخد بطولات، نفسي يبقى معايا 30 40 بطوله، نفسي اعدي حسام عاشور مثلا، نفسي انا نفسي اعمل حاجه زي كده في الاهلي. بس طبعا ساعات في ظروف بتخليك ما تعرفش، او ظروف او الكوره في الاول وفي الاخر طبعا اكيد فيها منافسه، ممكن يبقى نفسك في حاجات كتير بس ما تقدرش تحقق، بس انت بتسعى صحيح وربنا أكيد. بقى كاتب لك كل حاجه. لا لو انت بتسعى، وانا عاجبني جدا جدا، لان في مقوله كده انت كنت قلتها لي يعني لازم ارجع ليها، لان المقوله دي ما ينفعش افوتها. بس معانا تليفون مهم، قول الو. الو، انتوا لسه ما حددتوش التليفون. طيب فاكر المقوله، فاكر المقوله بلعب انا وانت كده اللي هي الطايره اللي برجل دي وبعد كده احنا كسبنا؟ يا كابتن انت ما شاء الله عليك الذاكره ايه؟ ايوه ان شاء الله. طيب طبعاً. انا افتكرت خلاص. طبعا كنا بنلعب كابتن نادي خشب. ايوه بعد كده انا جيت قلت لك رحت انت قلت لي يا كابتن الكوره فين؟ في الدماغ. قلت لك هي حقيقه يا كابتن، والله حقيقه. ايوه بس مش هي الكوره هنا وفي العقل، بس اللي انت بقى قلت لي عليه هو ده الاهم. تمام. هو ده اللي انا اشتغلت عليه وهو ده اللي انا هفضل اشتغل عليه لحد ما ابطل كوره. يعني الحته البدنيه الاثنين مهمين. لا يا كابتن هو خلاص انت لو لعيب كوره ما عندكش بدني مش هتعرف تلعب، برافو عليك، مش هتطلع يعني امكانياتك. صحيح بالزبط. عشان كده انا وقتها انت دايما كنت شايف اني ايه الكوره هنا، انا مش محتاج ان انا اتمرن كويس ومش محتاج، فانا قلت لك لا واحنا في بيراميدز طول ما انت هتبقى واقف على رجليك هتقدر تعمل اي حاجه بالزبط. وعجبني جدا ان انا بقيت اشوفك تروح تتمرن برايفت، تروح تعمل انا في الاجازه على طول كده، تظبط جسمك، بتشتغل على الحاجات اللي ناقصاك، فدي حاجات من الحاجات المهمه. طب يلا قول الو تاني. الو الو يلا بقول ايه تاني؟ انت 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 بقى اللي موجود، انت اتكلم، انا بقى الموضوع. السلام عليكم. وعليكم السلام كابتن مجدي. كابتن امام محمد ايه؟ لا ما اقدرش. مستحيل يا كابتن مستحيل. حسن مبروك البرنامج. يا كابتن تحياتي ليك اضافه لاي حاجه جميله في مصر، وكابتن كبير وان شاء الله تبقى موفق كما عودتنا في كافه المجالات. كابتن سعيد بيك جدا جدا، وانت عارف طبعا من الناس اللي بعتز بيها وبحبها جدا من زمان، ومن الناس اللي طلعوا لنا يعني اكتشافات كتير جدا جدا ومواهب كبيره جدا، وبشوفك من اهم الناس اللي عينها حلوه في الوسط الرياضي. فطبعا انا سعيد ان انت موجود معانا، ولكن بقى احكي لنا بقى عن قفشه وكان بيعمل ايه معاك وكان معذبك ولا كان كويس ولا الدنيا. بص يا كابتن احمد اتفضل. يعني انا مش عايز انتقص من حق زمايله، احنا الحمد لله انا مطلع حوالي 181 لعيب للدوري الممتاز. انت منهم حوالي 70 80 لعيب دولي. احنا كده بقى نديك عميد، نديك عميد بقى. محمد مجدي محمد مرسي بيبارك له، كل سنه وهو طيب، متاخره 5 ايام. لكن هو من اطيب الشخصيات اللي تقابلها في حياتك. صحيح. من انزه الشخصيات، حتى محمد ما اتغيرش.
محمد وهو بجنيه زي ما هو بالافات الجنيهات بمدينه الجنيهات. محمد مجدي واحد. ايوه. شخصيه محبه للحياه، محبه لزمايله، عمره ما حسد حد، عنده حلم من صغره وتمسك بفرصته. صحيح. وحقق حلم والده ووالدته. يعني احنا بنفتخر بيه في انبي. ليه صوره كبيره في ملاعب النادي، بنفتخر بيه ان هو من العناصر اللي بنت كابتن احمد. صحيح. وانت صدق الحاجات دي انت يعني احنا بنفتخر بيك كابتن احمد لانك راجل صعيدي وطلعت من مكان كلنا صعايده، فعندنا شويه شغف بيك ومجدي وبالشخصيات اللي بتطلع من المناطق الجميله دي. اهم حاجات محمد مجدي شهدت فيه مجروحه. اتفضل. اولا وهو 14 سنه او من ساعه ما انضم للنادي في سنه 13 سنه موهوب. صحيح. وتحس انه هيلعب بدري، حتى لما تاخرت فرصته مع احدى المدربين الكبار. ايوه. احنا كنا بناخده نلف بيه للمصري، للرجاء، للاتحاد السكندري. كنت نفسي العبه دوري ممتاز في سن صغير لانه كان يملك موهبه جباره. هو بدا 16 سنه يا كابتن مش كده؟ اه جه ام ب 13 سنه. لا بدا دوري ممتاز وعنده 16 سنه الفريق الاول. بدا بدري. ما هو باين ما محمد يعني صحيح موهوب من صغره يعني. طب احكي لنا بقى اغرب المواقف اللي مع قفشه. لا هو ملوش مواقف، هو ما سابنيش في اسبوع باي اسبوع الا وقلبني قلبك ولما ربنا كرمه دلوقتي ما ادانيش شراب حتى ربنا بجد ينفع كده محمد؟ الله. ينفع كده يعني؟ الراجل عمال يقول عليك نزيه ولما كان معاك جنيه والافات انت ما اتغيرتش. الافات انت صغير عديت الملايين دلوقتي. الافات ايه وبتاع يا كابتن؟ يا كابتن الملايين كان بيركب باربع مواصلات. والله كنت بركب مواصلات كتير فهو كان بيديني فلوس بصراحه. واشكر بالفضل برضو عشان ما نغفلوش حقه كابتن فتحي عماشه. صح. اللي اختبره. صحيح. في مركز شباب البراجيل. وانا سبته في اليوم ده ورحت اختبر في مكان اخر. ايوه. وكلمني عليه ومن ساعه ما تلاقى مجدي كلنا بنعشقه وبنحبه. ظروفه الماديه بقى وظروفه الاسريه، مجدي داس على كل الصعاب عشان يوصل للحظه اللي هو فيها دي. وهي دي في فخر انه قاعد قدامك يعني. وهي دي امتع الحاجات طبعا. لا ده احنا كلنا بنفتخر بيك واحنا كلنا فخورين بيه والله يا كابتن. يعني سعيد طبعا بمداخلتك عايز اقول له حاجه بس اتفضل. طب مجدي عايز يقول لك حاجه يا كابتن معاك. يا محمد يا كابتن حضرتك من الناس اللي انا بحبها جدا، وانت عارف انا دايما مع تواصل مع حضرتك يعني. دايما بكلمك اطمن عليك، ودي حاجه لازم اعملها لك لان انا قلت كذا مره انا راجل فلاح وتعلمت في بيت الاصول والتربيه والاحترام، وانت راجل من الناس اللي ليك جميل عليا، فهيفضل جميل في رقبتي وعلى دماغي لحد ما اخر يوم في عمري ان شاء الله. احنا كلنا كابتن مجدي بنشتغل عشان ان ما كانش ليا فرصه الوصول لفريق منتخب مصر زي النجم احمد حسن وزيك، يكفينا ان احنا قدمنا لمصر نماذج غطت الجوانب اللي هي عندنا وادتنا شغف في حياتنا وبنفتخر بيها. اما بقعد مع اولادي بقول لهم انا مطلع كهربا وقفشه وصالح ورفعت، اسماء كبيره، والشامي يعني يكفي الجيل بتاعك مواليد 96 ده مطلع من ام ب 8 9 لعيبه سوبر ستار. مش كتير يعرف ان باهر من جيلك وعبد الله جمعه والشامي. صحيح. اسماء كبيره وانت كنت واضح من صغرك يا مجدي، وبنفتخر وما زلت بقول الكلمه دي هنفضل نفتخر بيك لاخر يوم ليك. كابتن سعداء بيك جدا جدا وبتشرف دايما بيك كابتن امام محمدين، بشكرك جدا وان شاء الله كده تطلع لنا مواهب ونجوم كتير. يعني حبينا بس نعمل لك كده مفاجاه لان انت احلى مفاجاه من الناس اللي انت قلت لي ان هم بعد ربنا سبحانه وتعالى طبعا اكيد ليهم فضل عليك. طبعا هو من الناس اللي انا بحبها جدا بصراحه، على طول بصراحه مع تواصل معايا يعني، لو انا ما كلمتوش وسالت عليه هو بصراحه بيكلمني وانا بحبه جدا بصراحه. صيطنا في خالد بيبو واتكلمنا عليه كويس وقلنا كل حاجه. اتخصم لك كام في اللقطه بتاعت كولر دي اللي هنشوفها دلوقتي؟ انا لقطه وانا بغير يعني؟ طب اتهنى كده يا مصطفى خلينا نشوفها كده. خلنا بقى في المذاكره. ها؟ بص يا كابتن انا والله ما بعمل مشاكل وهفضل اقولها 10000 مره ما بعملش. هو في صوت؟ الصوت بتاعك طالع بس النقطه دي انا كان الماتش ده كنا كسبين 1-0 وانا كنت طالع بين الشوطين، هو طلب مني حاجات اعملها. أيه. وانا كنت بعملها كلها. فانا وانا طالع بساله بس بقول له طب انا طلعت ليه؟ انا عملت كل اللي انت عايزه، انا عايز اكمل بدافع. أيه. بجري حتى هو ساعتها ما ردش عليا، هو قال لي اوكي نو بروبلم وخلاص
للموضوع خلص وانا خلاص الموضوع اتقبلت كل حاجه. طبعا الخصم اتعمل. احنا عندنا مشكله يا كابتن احمد والله في مصر، احنا يعني انا مثلا ما بعملش مشاكل خالص. ايوه اعترضت اعتراض زي ده باحترام، في فرق، في فرق يا كابتن احمد، باحترام. السوشيال ميديا تتكلم، الاعلام يتكلم، كل واحد يطلع يقول كلمتين، ساعات بتاثر، ساعات بتاثر. اكيد بالظبط يا كابتن. فعشان كابتن خالد لما جه لي قال لي احنا خدنا قرار عقوبه، قلت له يا كابتن شوف اللي حضرتك عايزه وانا معاك. قعدت مع الراجل، الراجل قال انا ما عنديش اي مشكله معاك، انت ما عملتش مشكله ولا حاجه، بس كابتن خالد واخد القرار. صحيح. قلت له يا كابتن انا تحت امرك وموافق على القرار. ومعلش يا كابتن انا اسف يعني بخصوص بس الموضوع ده. هو الاعلام يا كابتن المفروض بيقول عليه استاذ صح؟ الاعلام؟ الاعلامي. اه بيتقال عليه اه. الاستاذ محمد شبانه يعني. آه. انا راجل متربي وهقول له استاذ يعني لا مش هعمل مشكله كده. لا ما والله بالعكس بالعكس. بس عايز اقول لك على حاجه يا كابتن احمد، انا ما بردش على حد خالص ولا بكتب ولا اي حاجه، بس استاذ محمد شبانه الاعلامي الكبير والمحترم، بص انا بقول يا كابتن احمد، انت ما ينفعش تتكلم على لعيب زيي ولا تقول على لعيب كبير زيي بيلعب في النادي الاهلي ولا راجل محترم تقول بيجعجع. انا ساعه الموقف ده يا كابتن احمد انا كتبت اسم على اليوتيوب قفش عشان اسمع كل الناس في مصر بتقول ايه. كل الناس اتكلمت. كل الناس اتكلمت، كابتن احمد حسام كل الناس اتكلمت باحترام واتكلمت ان قفش طالما غلط يتعاقب وكل، ومحدش بيغلط، محدش ما بيغلطش يا كابتن. صحيح. لكن حضرتك ما ينفعش تقول بيجعجع. ليه بقى يا كابتن؟ انا راجل ابن ناس متربي. صحيح. وحتى وانا برد عليها كابتن احمد برد بقول استاذ محمد. صحيح صحيح. فهو لازم يبقى عارف لما يجي يتكلم على لعيب كوره ما يقولش الكلام ده يا كابتن، لان الكلام ده اسهل حاجه تتعمل يا كابتن احمد قله الادب. ايوه. او اسهل حاجه الرد. بص عايز اقول لك على حاجه، يعني انا عاجبني، انا عاجبني، انا عاجبني، بس انا لازم اوضح واقول كده علشان هو ما ينفعش اي اعلامي مع احترامي لكل الناس بالعكس اتكلم زي ما انت عايز في الكوره يا كابتن. صحيح. بس ما ينفعش يطلع منك كلمه، لان اللعيب ده ممكن يطلع هو كمان يرد عليه. عندك حق، عندك حق طبعا، يعني طبعا النقطة بالنسبة طبعا يعني. الاستاذ محمد شبانه اخ وصديق عزيز وأنا جدا، وانا ما كنت قلت عليه استاذ لانه اكبر مني وراجل وانا احترمه، وانت بالعكس لكن بتتكلم بمنتهى. ما ينفعش تقول يا كابتن انت طالع بتجعجع عليه، وانت يعني بالعكس مش حلو. عايز اقول لك على حاجه، انك انت النهارده بتعتب عليه دي حاجه مش بالعكس، انت بس انت انا عشان ما بطلعش يعني كتير فطلعت يعني مع حضرتك يعني فلازم اقول له، بس أكيد لازم اوضح، لان انا لو لما بيبقى في حاجه مش حاببها او حاجه زعلان منها انا ما بعرفش، انا بحب اقول. صحيح. وبقول بالاسامي، ما بحبش بقى ايه ده في فلان. هو خلي بالك يا قفشه ممكن يكون الاسلوب يعني خانه مثلا التعبير، هو قصده يقول ان انت فاهمني، بس ان هو قال حاجات كتير انا ما اختلفتش معاه. آه. بس الحته دي بالذات ما ينفعش، انا راجل ابن ناس وراجل محترم ومتربي وبلعب في نادي بالعكس كبير. بالعكس انت بلعب في نادي الاهلي، انت بتوجه له رساله بكل احترام وكل ادب، وبالعكس وهو شخص محترم واكيد هيتقبلها، ولو سمعك اكيد يعني هو اكيد في يوم من الايام يتكلم عليا كويس. هو اكيد بس انا بتكلم في الحته دي بس النقطه دي. بمناسبه الانتقادات، لان احنا بقينا نشوف دلوقتي بصراحه، وده شيء بيحزنني جدا، انا ما عنديش مشكله من النقد، وانت قلت ان ما عندكش مشكله من النقد، واحنا كنا بنلعب كنا بيتم انتقادنا والكلام ده كده، ولكن مساله التجاوزات هي دي اللي فيها مشكله. يعني زي ما انت بتقول انتقدني قول اني قفشه مش مميز، قفشه لعيب كاعلامي بالظبط، ما عنديش مشكله، انما التجاوزات دي تزعلك انت وبقيه اللعيبه كلها. ايوه يا كابتن طبعا، لو اللعيب ما زعلش حضرتك كنت بتلعب كوره يا كابتن احمد وشفت كل الكلام ده. صحيح. بس ايامك ما كانش زي دلوقتي. انا ايامي بصراحه ما كانش بالصعوبه دي بالظبط كده، ما كانش كده، لان انا بشوف ناس دلوقتي بدات تدخل في مناطق مالهاش علاقه بالفنيات. ايوه طبعا بالظبط يا كابتن احمد، خلاص هو دلوقتي احنا بقينا في زمن حب وكره. يعني مثلا انت بتحب قفشه فخلاص قفشه ده بالنسبه لك هو رقم واحد في العالم. ما بتحبش كابتن احمد هتيجي على كابتن احمد، ده مش صح. بالعكس انت ادي كل واحد حقه في الكوره واتكلم في الكوره، لا النهارده انت مش موفق، لا النهارده موفق. حتى في التحليل الكوره كابتن احمد طريقه بتفرق. يعني مثلا النهارده مثلا في ماتش عملت كوره غلط مثلا. صحيح. اكيد اكيد انا مش عايز اعملها غلط. أكيد. حتى انت لما تحلل او تقول حاجه على لعيب لما تتكلم عليه هو عمل حاجه غلط، بالعكس ده لو سمعك هيتعلم يسمع من كلامك يعمل بيه. صحيح. لكن هم مبقاش كده كابتن، قليلين يعني. بالظبط، عشان كده انا دايما بوجه رساله والله بجد والله، ان في الاول وفي الاخر كلم في المستطيل الاخضر فقط لا غير. صح. لا تخرج بقى اصل ده لعيب ما لعيب مش على قده، اصل ده لعيب اصلا ما عندوش فكره، اصل ده لعيب مش عارف يعني. لا. بجد والله انا بشوف ده في ناس دلوقتي بتقول مين اللعيب اللي يمشي من النادي ومين اللي يقعد. يا كابتن ما فيش الكلام ده في الكوره والله. يمكن انا عندي 27 سنه انا صغير ما اعرفش، حضرتك عارف كل حاجه في الكوره كابتن، ما فيش حاجه اسمها محلل يطلع في التلفزيون يقول المفروض مثلا سين مثلا يمشي من الزمالك او واحد تاني يمشي من الاهلي، ما فيش الكلام ده يا كابتن. هو المدير الفني ده موجود ليه؟ اتفق معاك، علشان هو اللي يقيم وهو اللي يقول مين يمشي ومين ما يمشيش. فني واداره وكده. انا زي ما بقول، انت عايز تنتقدني انتقدني من خلال ادائي فقط لا غير في الملعب. هي الناس لازم تعرف الحاجات دي يا كابتن، لان دي مهمه، وهديها كابتن هتصلح الكوره وهتخلي العلاقات كويسه وفي سوء نيه وفي نيه طيبه عارف ده هيحصل امتى؟ لما يبقى في
رقابه وثواب وعقاب شويه. صح. على الكل، الناس. صح يا كابتن، كل واحد بيطلع عنده مسؤوليه، لو هو مش قد المسؤوليه دي يبقى لازم هنا يتم عقابه، لان طبعا لو احنا سيبنا الموضوع كده يبقى اي حد يشتم في اي حد واي حد يتكلم على اي حد، وده غير مقبول، لان في الاول وفي الاخر الاعلام، احنا يمكن بنتكلم في الكوره، انا مش اكيد مش اعلام وكده، بس هي في النهايه هي رساله، رساله الناس بتتفرج عليك والناس بتتابعك، وانت المفروض مثل وقدوه وعندك مسؤوليه، يبقى لازم تبقى عارف انت بتقول ايه. طبعا خلينا نروح بقى للمنتخب، علشان انا حسيتك انك انت ايه شديت شويه. لا خالص يا كابتن، انا كابتن احمد والله العظيم، حتى مع اصحابي انا في النادي وبره النادي وفي البلد وفي بيتي وفي كل، انا كابتن مش هعرف اتكلم غير لما اقول كلمه حق. صحيح. لو على رقبتي. طيب ما تسالنيش في حاجه عشان مش هقول لك غير الحق، عشان لو سالتني وقلت الحق وزعلت يبقى ما تجيش تسالني تاني. لا لا خالص، بلا لا مش قصدي على حضرتك، انا فاهم انا فاهم عامه، بشكل يعني عام بشكل حتى عام. اصحابي ساعات صحابي ما بيجوش يتكلموا معايا عشان عارفين ان انا اقول الحقيقه. ايوه. فالحقيقه دي هتعمل ايه؟ هتزعله، فلا هيروح لحد تاني يديله هو الكلمتين الحلوين. لا انا مش كده. طب تعالى نروح للمنتخب، لان انا حاسس ان حظك وحش برضه مع فيتوريا في المنتخب. زعلت من استبعادك من المنتخب؟ لا انا اي انت وقت كنت موجود في قائمه ال 55؟ اه كنت موجود. انا دايما اي معسكر مش هروح في المنتخب ابقى زعلان. هي في نقطه بس انا عايز افهمها، يعني مش نقطه وحشه، انا عايز افهم ايه اللي ناقصني عشان العب في المنتخب تاني زي ما كنت بلعب بس. أي. فالسنه بصراحه مش عارف اسال فيها مين، لان انا ما بكلمش حد هناك، وطالما انا محطوط في القائمه 55 يبقى اكيد في اي وقت ممكن اروح. عندي سؤال مهم. اتفضل. فيتوريا قعد مع عبد الله السعيد واقنعه بالعدول عن الاعتزال، يبقى معنى ذلك ان هو كان محتاج حد بنفس طريقه عبد الله السعيد، وانت اقرب حد للطريقه دي. مفيش 10 بقى دلوقتي كده، حد بيلعب ب 10، كله بيلعب 4 3 3. انا معاك ممكن يعدل طريقه اللعب وهو بيلعب. لا انا اقصد بس خسران او ماتش متعادل. انا اقصد ان 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 هو كان عايز عبد الله السعيد، فاهمني؟ يعني معنى ذلك ان انت كان ليك حظوظ ان انت ممكن تبقى موجود، لان هو في وقت من الاوقات طالما كلمته يبقى عايزه محتاجه. بالظبط بالظبط. فحسيت اني بما اني كان عبد الله ممكن يبقى موجود، ان انت كان فرصك تبقى كبيره انك انت تكون موجود. لا هو انا بصراحه يعني، لا هو انا بص يا كابتن، طالما اتحطيت في ال 55 اسم فاكيد في اي وقت زي ما قلت لحضرتك هروح، بس هو لما كلم عبد الله انا توقعت خلاص ان عبد الله موجود، يعني عبد الله انت عارف حضرتك لعبت معاه تقريبا، هو طبعا من الناس اللي لعيبه كبيره جدا، وبعدين بقى انا بحبه في حاجه تانية بقى، هو من انضف واحسن واجدع الشخصيات اللي ممكن تعملها في حياتي. جدا جدا انا بحبه جدا بصراحه، بعيد عن الكوره يعني، لكن هو طالما كلمه انا توقعت ان هو يبقى موجود يعني، بس لكن هو مش نصيب. هو حصل والمنتخب تقريبا عنده في ماتش ود بكره، هيلعبوا ماتش ود بكره يوم الاحد، اتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. اكيد اكيد كلنا وفي البطوله يا رب يا رب. انا امنيه حياتي بصراحه اللعيبه اللي في المنتخب 27 لاعب بصراحه، امنيه حياتي ياخدوا البطوله، يعني انا نفسي المنتخب ياخد بطوله حتى عشان مصر طبعا وكل حاجه، عشان الناس دي تفرح، وبالاخص بصراحه عشان صلاح يعني. طيب يعني نفسي ياخد بطوله مع المنتخب، هتفرق معايا في اللي هي في الكره الذهبيه والحاجات. علاقتك بصلاح كانت عامله ايه في المنتخب؟ علاقه محترمه جدا. اتنين هو لعيب كبير واخونا الكبير، وهو دلوقتي بقى قائد المنتخب. صحيح. بيتعامل معانا كلنا بصراحه كويس جدا، اخوات، مفيش بينه وبينه بقى في نقاش قوي يعني، عشان احنا مش زمايل قوي، لكن اول ما يبقى في كلام بيني وبينه يبقى كله حب واحترام وتقدير ليه وتقدير ليا بس. صحيح. طيب قائمه المنتخب اللي كانت موجوده، كان في حد يستحق من وجهه نظرك انت ان يكون موجود؟ دي مش بتاعتي بصراحه يا كابتن. انا فاهم يعني ممكن يعني انت شايف ما والله او استغربت مين ممكن ما يبقاش موجود. انا يعني بص يا كابتن احمد، مش هتكلم في مين يروح ومين ما يروحش، بس عشان ياسر ابراهيم طبعا اخويا وقعد معايا في الاوضه في الاهلي على طول، راح في الاخر بقى خلاص. هو الوحيد يعني اللي كان معايا وكنت دايما قاعدين مع بعض حتى قبل المعسكر، فقلت له ان شاء الله هتروح وبتاع، فتاني يوم لما القائمه اتحطت هو استغرب وانا كلمته وبتاع بس، فبعدها بيومين راح بس، لكن ما اقدرش اتكلم بقى بصراحه على حد تاني. صحيح. ان هو المدرب، وزي ما هو ما خدنيش ممكن في يوم ما ياخدني، وممكن ياخد حد تاني، فبصراحه انا الحاجات دي بسيب دايما وجهه النظر للمدرب. صحيح. طيب التشكيل اللي من وجهه نظرك شايفه يمثل المنتخب، وده ما فيهوش اي حاجه، تشكيل انت من وجهه نظرك شايف ان ده التشكيل اللي هيبدا بيه وراجل موجود، واعتقد ان احنا كلنا عارفين تشكيل المنتخب يعني، مش عارف بصراحه، هو يعني مش عارف. خليني هنساعد مع بعض انا وانت كده يعني، نتكلم عايزين نتكلم شويه. انت قصدك يعني التشكيل الفتره الاخيره يعني؟ لا اللي هيبدا بيه اللي انت من وجهه نظرك شايفه. الفتره الاخيره كانت التشكيله اعتقد ثابته يعني وباينه. بالظبط. بس هو هيبقى في اختلاف في مكانين بس، يعني مثلا لو هنتكلم في التشكيله هيبقى الشناوي مفيش خلاف عليه، ومنعم وحجازي، فتوح وهاني فتوح، ممكن يلعب حمد عشان حمد جاهز،
فتوح وهاني او حمدي. عشان انت عارف فتوح ما كانش بيلعب فمش عارف هيعمل ايه، وفي نص الملعب هي هي دي بقى النقطه بقى، هيلعب مروان والنني وحمدي ولا هيحط زيزو؟ ولا هيحط زيزو. بس يعني الاربعه دول بس، في بقى واحد فيهم هيقعد وزيزو يلعب او زيزو يقعد، بس هي دي الحته. قدام معروفين صلاح ومصطفى وتريزيجيه ومرموش. واحد من بس هم دول الثلاث اماكن اللي فيهم الحمدي وفتوح، زيزو حد من نص الملعب و كده هنلعب ب 14. لا ما هو بقى الاثنين دول هياخدوا واحد. ما هي الحته دي اللي مش مفهومه، لكن الله اعلم ممكن يفاجئنا بيكون بيفكر في حاجه في الماتش. وان شاء الله هو يكون صاحب القرار الصح للفرقه تكسب، يعني ممكن ما حدش يلعب من اللي انا قلت عليهم، ناس ثانيه تلعب ونكسب بس، فهو ده الاهم. انا ما بحبش اتكلم في الحاجات دي والله يا كابتن احمد، بس عشانك بالعكس. انا عايز اقول لك على حاجه، انا خلي بالك والله احنا بنتكلم عادي. وانت لما تحط تشكيل النهارده مثلا المنتخب، يعني انا عايز انا من وجهه نظري احط مثلا تشكيل، انا شايف ان الشناوي لا خلاف عليه، حجازي لا خلاف عليه، حضرتك لما تقول غير عليه. انا برضو لسه بلعب، لسه في النادي الاهلي، ممكن اروح المنتخب، فممكن مثلا حد من صحابي من زمايلي، فدايما بفضل ان انا وانا لاعب يعني ما اتكلمش على لعيبه كتير او اتكلم على تشكيل والحاجات دي. احنا اتكلمنا على حد، قصدي على التشكيل يعني. انت هتطلع عليا اشعاع لسه انت بتقول لي في حاجات كتير جايه. ان شاء الله ربنا يكرمهم ويعملوا بطوله كبيره ان شاء الله. لويز دلوقتي مش في ناس بعت له اسئله، وفي ناس بعت له حاجات، وفي ناس والله العظيم ده انا عندي كم حاجات، وفي ناس هيكسبوا طبعا معانا التيشيرتات بتاع قفشه وكده. طيب خلينا نطلع لفاصل ونرجع بقى، عشان ايه؟ احنا كنا معاك سهلين طول الحلقه اهو. انا جاهز ما تقلقش. انا ما وانا اجي اقول لك تقول لي انا ما بحبش اتكلم، ما لا بحبش. لا في حاجات يا كابتن انا لو مش هقول الحقيقه في حاجه مش هتكلم فيها، بس وفي حاجات بتاعتك اتكلم فيها معاك زي ما انت عايز، في حاجات تانيه لا يعني. طب تعالى يلا نطلع لفاصل، وبعد الفاصل مكملين معاكم في بقى فقره الالعاب بتاعتنا. مثل ولا هتعمل ايه انت؟ هتخرج من هنا بقى هيجي لك عود من تاج، مش هيجي لك عود من الخليج. الناس ليه شايف ان انا مثل؟ ما شايفينك دمك خفيف وكده يعني بيطلع من القلب. والله يا كابتن لا يعني تعبك انت الجاكيت ده. لا مش كده القعده، بس عشان انا قصير وبتاع ف الناس شايفاني دم خفيف، دي حاجه كويسه طبعا، وبشكرهم على الكلام الحلو ده، بس ما مش عارف امثل انا بجد؟ والله مش عارف. ما تطيقش والله. في ناس كلمتني على الموضوع ده بجد؟ تعرف المخرج الكبير مجدي الهواري. مجدي طبعا حبيبي مجدي طبعا، وقعدت معاه مره وبتاع، وكان عايز يعمل لي فيلم وكده. فيلم ايه؟ كنت هتسمع كان عايز يعمل لي فيلم عن حياتي يعني. كان ايه فيلم ايه يعني؟ اللي هو عشان القضيه ممكن والحاجات دي كلها. كان هيسميه القضيه ممكن؟ ويتصور في البلد وفي النادي وحاجات كده. قعدت معاه واتكلمت انا فتره، بس لو قلت لي من بدري كنت جبت مجدي على التليفون وكنت سالته على الكواليس وكنت قلت الموضوع ده كله. طب يعني الناس مش غلطانه هي ان هي شايفاك انك انت لا يعني مجدي الله اعلم يا كابتن ليه نظر. لا ما انا مش الزعيم عادل امام. طب تعال نشوف اسئله الناس كده فيديو نرجع معاك يا كابتن مجدي قفشه، انت كان عندك ميول زملكاويه قبل ما تروح النادي الاهلي؟ كان عندك ميول زملكاويه قبل ما تروح الاهلي؟ لا خالص. ده كان حلمك وحلم والدك ووالدتك طول عمري اصلا يعني، حتى ما اتولدت كنا كلنا بنشجع الاهلي يعني. كان مين مثلك الاعلى؟ ابو تريكه. ابو تريكه طبعا اكيد نجم كبير. في حاجه تاني ولا؟ طيب خلينا نشوف اللي بعده. ايوه ازيك يا كابتن احمد؟ ازيك يا قفش؟ سؤالي ليك، ما هو شعورك بعد ما صعدناش كاس العالم السنه اللي فاتت؟ وازاي في اي عصر الاهلي أوضة اللبس تعرف تطلع اللعيبة وتركز في اللي جاي؟ تركز في اللي جاي، هو قصدي على الخوف مش اللي جاي. لا يعني زي ما قلت لحضرتك يا كابتن، لما بنقف في أوضة اللبس خلاص، لما بنخسر بيبقى في دوشة وكل حاجة بره، لكن احنا لا بنعرف نرجع كلنا يعني، مش أنا لوحدي بصراحة أكيد. يعني اللعيبة كلها. طب تعالى نشوف اللي بعده. مساء الخير يا كابتن أحمد، مساء الخير يا كابتن قفشة. انا كنت عاوز اسال كابتن قفشه يعني اسباب تراجع مستواه الفتره اللي فاتت، وكنت عاوز برضه اقول له ان انا زملكاوي، بس يعني كنت مبسوط ان هو اللي سجل الهدف فينا في نهائي القرن مش لعيب تاني. انا لو اعرف اوصل له اساله اشمعنى يعني. والله انا عايز اقول لك يا كابتن احمد، انا بقابل ناس كتير جدا في الشارع، الحمد اللهم لك الحمد يعني، الزملكاويه كلهم بيحبوني جدا، وفي علاقه احترام بينهم،
وكل الناس بتقول لي الجمله دي على فكره، ان احنا مبسوطين ان انت اللي جبت الجون مش حد تاني. بص هقول لك على حاجه، والله العظيم كل حاجه بتنتهي بيبقى السلوك الطيب، صح، وبيبقى السيره الطيبه. طالما انت راجل بتحترم نفسك جوه وبره الملعب، ده اللي بيبقى مع الناس، مش النجوميه بس، لان النجوميه لوحدها مش كفايه. جاهز للسيلفي والالعاب؟ جاهز لكل حاجه يا كابتن. طب خلينا نشوف، احنا عندنا فقره السيلفي هنشوفها مع بعض ونرجع نقول. ماشي. احنا دلوقتي عندنا صور هتظهر لك على الشاشه، تمام، هتختار واحد من الثلاثه تاخد معاه سيلفي. يلا نشوف، يلا هات لنا الصور. كابتن محمد حلمي، كابتن حسام البدري، كابتن ايهاب جلال. تعرف ان الكابتن محمد حلمي هو اول واحد لعبني في الدوري الممتاز؟ امال احنا جايبينه لك ليه؟ يعني احنا يعني حاطينه يعني احنا حاطين كده عشوائي يعني. كابتن حسام طبعا اتمرنت معاه في المنتخب، ومن الناس اللي انا اتالقت معاه جدا وبحبه جدا. صحيح. كابتن ايهاب برضه واحد من الناس فضل عليا كتير في انبي. صحيح. لو هاخد سيلفي مع كابتن ايهاب. كابتن ايهاب جلال. يلا اللي بعد. طيب ثلاثة هم محمد فاروق، محمد شريف، عبد الله سعيد. نسيت اجيب لك صورتك انت ومحمد بالجلابيه لما كنا فاروق. قاعدين لما كنا قاعدين في صلاه الجمعه. عزل فاروق، كنت بكلمه من فتره عشان الاصابه اللي هو اتصابها دي، ربنا يشفيه ان شاء الله. تختار مين من الثلاثه؟ عارف ان الثلاثه. طب انا تمام يا كابتن، اسالك سؤال، وانا مثلا لو هختار واحد فيهم بختاره ليه؟ عشان مثلا بحبه، ولا عشان هو امور، ولا عشان ايه؟ ولا عايز اعرف برضه، عشان لو اموري مش هاخد شريف. كان معايا امبارح بنتعشى مع بعض، يعني كان وحشني وبقالي كتير ما شفتوش، وقعدنا مع بعض انا وهو وصلاح محسن وخالد، يعني بص من اطيب الناس في الدنيا والله. اكيد اكيد طبعا، محمد شريف وكلهم طبعا. لا بتاخده على اساس ان هو ايه يعني، حابب ان انت تاخد معاه السيلفي، انما كلهم طبعا حبايبك اكيد. لا ولو هختار حد اتصور معاه سيلفي يبقى شريف. محمد شريف. طبعا. طيب اطلع بشريف اللي بعده. يلا. ثلاثة، خد وقتك، وكروش وديساب وكوبا. صور مع مستر كوبا. مع مستر كوبا ليه؟ اول واحد ضمني المنتخب 2018 ماتش البرتغال واليونان قبل كاس العالم، رغم ان ما لعبتش معاه كاس عالم. لا ما لعبتش معاه كاس عالم، انا رحت معاه ماتش البرتغال واليونان. لو ما لعبتش ماتش البرتغال لعبت اليونان. اوكي. كان اول انضمام ليا في المنتخب مستر كوبا. طب يلا تعالى 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 نشوف اللي بعده. سهله دي اهي. الثلاثه المشكله الثلاثه دول بالذات اخوات، يعني الثلاثه دول قريبين مني جدا. ما يعني ما احنا على فكره، هو انت يعني كلهم؟ لا في ناس مثلا مش صحابي قوي يعني نتكلم، لكن في ناس قريبه مني جدا. يعني انا كنت بكلم زيزو اول امبارح، كنت بتكلم انا وزيزو. زيزو وبلدياتي يعني الوحيد اللي ما اتصورتش معاه في الثلاثه دول شيكابالا. اتصور انا اخد شيكابالا. هتاخد شيكابالا عشان انا متصور مع الونش وزيزو. طيب ماشي، يبقى شيكابالا. يعني شيكابالا اللي بعد. اوبا. بقول لك الشيطان ده اكتر واحد امور في الثلاثه دول ايمن رشا. هتصور مع ايمن؟ اشمعنى؟ عشان ايه؟ لا بص يا كابتن، انا بقالي 4 سنين ونص في النادي، انا اكتر اثنين كسبتهم في حياتي في النادي الاهلي ايمن اشرف وياسر ابراهيم. بجد؟ والله العظيم، يعني انا قاعد انا وياسر اصلا، بس ايمن ده انا بحب ايمن ده على مستوى الشخصي، يعني هو من الناس المحترمه وطيب جدا وراجل. ايمن طبعا، ايمن الحلال وياسر قاعد معايا على طول، واحنا الاثنين يعني دايما مع بعض، انا واسرته واسرتي واصحابي والاسد ورمضان وكلنا مع بعض يعني. وكهربا بقى بيجننا 24 ساعه في الاوضه، عشان انا الاوضه بتاعتي فيها خيرات كتير. اللي بعد. ثلاثة، تألقت وما زلت طبعا كلها ان شاء الله تتألق معايا ان شاء الله. اخد مع مين سيلفي يعني؟ اخد مع الموسيماني. اخد مع الموس. مع الموس؟ انا مسميه الموس، هو كان بيقول لي ماي بوي. بجد؟ انا بحبه جدا. يعني طيب جدا يا كابتن. اقسم بالله شخصيه طيبه جدا. هم الافارقه لزاز يعني. بتحبهم؟ بالظبط. يعني الافارقه كده بيبقوا طيبين. انا بحبه جدا، بحبه جدا. طيب اللي بعده يلا. سهله اهي، بنسهلها لك اهو. بص يا كابتن، عمرو السوليه وحمدي فتحي اكتر اثنين، احسن اثنين لعبت معاهم في حياتي. صحيح. لما كنا بنلعب احنا الثلاثه، لعبنا مع بعض 3 سنين تقريبا في الاهلي قبل ما حمدي يمشي والكلام ده، كنا احنا الثلاثه بنلعب جنب بعض، اكتر اثنين ارتحت معاهم في اللعب. أكيد في نص طبعًا. الملعب. اكيد طبعا، اكيد. يعني لو عايزنا نتصور مع حد، احسن واحد فيهم السوليه، اكرم على طول بيضربني. بجد؟ اقسم بالله يا كابتن، بيجي الاوضه يشن ويرميني على السرير.
مش عايز اتصور معاه. هو العيله دي كلها كده يا كابتن، احنا كان والمصحف عندنا بدوخ وياسر ابراهيم قاعد فرحان بيصوره بس. العيله دي كلها كده على اه لا فكره. بس انا طيب كان معايا، كان معايا كان معايا عبد ابو العزيز عزيز وقته كان موجود معانا. ف لا بس سكن طبعا جميل اه لا لا جد. وان شاء الله يجي يرجع الاوضه يا احسن كابتن مكان. يشن ويرميني على السرير يا ابني، في يقول لي هتجيب جول، اقول له ماشي. اللي بعد وليد ازارو وموديت موزيس برونو. وبرونو سافيو. انا بحب موديتس جدا، علاقتي بيه كويسه جدا جدا. وليد ازارو حضرته شويه قبل ما ما يمشي، لحقتش اه من وليد اللعيبه كتير. الكبيره جدا، لكن انا بحب موديتس جدا، وهو يعني هو قريب مني، هو بيحبني اصلا، وحتى ياسر من فتره قال عليا ان انا بجيب له لب وبتاع، بتجيب له لب؟ هو بيحب اللب من غير ملح. فانا ما باكلش الحاجات دي انهي لب قليل، بقى؟ اللب اللي هو السوري اللب يعني. اللي هو السوري ده. فهو هو علاقته بيا كويسه جدا، انا بحبه على المستوى الشخصي لان هو شخصيه طب جميله يمكن بصراحه. اللب ده هو اللي مأثر عليه؟ لا 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 خالص، هو بجد؟ لب من غير ملح ما بيعملش حاجه والله. لكن هو عايز اقول لك يا كابتن احمد، والله العظيم هو فرد كبير جدا، هو ممكن يكون في الماتشات لسه مش موفق او ما وصلش للحاله اللي هو عايز يوصل لها، لكن اتمنى له التوفيق ان شاء الله الفتره الجايه يقدر يساعد نفسه ويساعدنا كفرقه يعني ان شاء الله باذن الله. ماشي اللي بعده. ثلاثة هم ما اتصورتش مع حبايبك فات. ما انت يا ابني هو انا ما بقولكش ما تتصور. انا عايز واحد ما اتصورتش معاه. لو واخد سيلفي واخد مع صلاح. هتاخد مع صلاح. طيب صلاح. طيب كده احنا جبنا لك مجموعة طبعا من الناس اللي انت كلهم طبعا بتحبهم وكلهم طبعا حبايبنا واخواتنا. هجيب لك بقى كل اللي انت اخترتهم دول، هتاخد مع واحد بس. ازاي يا صورة واحدة. كتير قوي كده. والله ابدا والله ده لسه عملنا حاجه. طب هاخد واحد من كل ده، بنجهز احنا دلوقتي. هو كده كده الحمد لله يعني الناس اللي انت جايبها كلها ناس هنا كويسه ومحترمه وبتفهم، فمحدش هيزعل لما اختار واحد يعني. لا لا مالهاش على فكره، احنا يعني مش معنى ان انت لا انا فاهم فاهم، بس انا بوضح يعني. تاخد مع سيلفي يعني مش محتاج توضح يعني عفش. مش ناس مش هاز مصطفى يلا هات لنا بقى، هات لنا بقى التسعه اللي موجودين. التسعه دول اختار لي منهم واحد معلش عشان احنا وقتنا بيجي. انا بحب الكابتن ايهاب جدا، بحب الكابتن ايهاب جلال جدا، بحترمه جدا، واتصور مع الكابتن ايهاب. مع الكابتن ايهاب جلال بحبه جدا بصراحه. طب يا ريت يعني طبعا انا عايز اقول لك بقى ان ده كابتن ايهاب جلال ده انت لعبت مع حضرتك تقريبا معاه في اسماعيلي. انا هو اما يقابلني دايما يقول لي انت ابني مش اخويا الصغير. هو يعني شخصيه غير طبيعيه. ايهاب لعبت معاه طبعا في الاسماعيلي وجميل، وشخصيات من اقدر الشخصيات طبعا، ومن اكثر الناس المحترمه اللي ممكن تقابلها في حياتك. طب يلا نخش بقى على فتره، على فقره الكروت. جاهز؟ جاهز على فقره الفاي. خلينا الفاي الاول. ماشي يا كابتن يلا بينا. يلا خلينا نسمع كده. السنه اللي فاتت قعدت 5 ماتشات ورا بعض على الدكه، وقعدت ساعه في الملعب مع نفسك تعيط، والدكتور النفسي جالك وقعد معاك، ايه قصة الكلام ده؟ والموضوع ده جيب ليه؟ ليه قعدت تبكي وقتها؟ بص يا كابتن، أنا أول مرة هتكلم في الحوار ده أصلاً حتى ما حدش يعرفه، ولا أصحابي ولا أهلي ولا أي حاجة، يعني اللي يعرفه بس هي اللعيبة بتاع الفرقة كلها. أيوة. لأن أنا اتكلمت قدامهم في الموضوع ده. واللي قاعد فوق في الكنترول هو ده الأزمة الكبيرة. هو ده المشكلة. في الآخر وفي الآخر أنا الناس بتيجي تلوم عليا أنا. لا لا. هو خلف الكواليس بس. هو الحاجات دي كويسة يا كابتن، بس مش دايماً كل حاجة بتتحكي، يعني أنا بحب كده، يعني أنا مش من الناس اللي دايماً أقول كل حاجة، حتى لو أنا لا قدر الله تعبان أو حاجة قاعد في البيت، لازم أنزل وأقول أنا تعبان وبتاع. أنا بحب كده يعني. في حصلت السنة اللي فاتت قعدت 5 ماتشات يا كابتن أحمد على الدكة ما بنزلش. صحيح. مش عارف من هنا لهنا 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 الماتش 5 ماتشات، فأنا قعدت مع نفسي كده، كنا بنتمرن الساعة 5 خلصنا 8، أنا فضلت قاعد في النادي من 8 حوالي 9 ونص 10 قاعد في الملعب لوحدي. محدش شافني أصلا يعني، حتى أنا لما حكيت محدش كله استغرب، لأن الوحيد اللي شافني دكتور أبو الوفا اللي هو الدكتور النفساني يعني. أيوه. قعدت كده شويه مع نفسي، احيانا لما بتقعد مع نفسك بتطلع حاجات حلوه وبتطلع حاجات وحشه تقدر تفوقك، فقعدت مع نفسي بصراحه، فضلت كنت بعيط كتير قوي بس محدش عارف الموضوع ده خالص. فهو جاي لي قاعد معايا وبتاع، قلت له بصراحه انا اتكلمت بقى، طلعت كل اللي جوايا وكل اللي جوايا ليه هو. هو مش هيتكلم كده كده مع حد، وبيني وبينه وانا قبل ما اتكلم قلت له انا مش عايز حد يعرف عني حاجه. حتى لو في حاجه انا مضايقاني انا هعرف اطلع نفسي منها، ومش محتاج ان حد اصلا نفسيا يجي يتكلم معايا. لان انا بحب ابقى مضغوط وبحب ابقى عندي شخصيه وانا بنفسي اللي احل ازماتي يعني. صحيح. بس مهم انك تاخد راي حد وتسمعه برضه. اكيد. بالظبط. فقعدت معاه واتكلمت، اقسم بالله يا كابتن احمد 5 ماتشات انا مش مصدق ما بلعبش ليه؟ هي طبعا وجهه نظر. أكيد. بس انا أكيد.
انا مش مقصر، انا بتمرن كويس جدا، انا بعمل كل حاجه. ممكن المدير الفني مثلا يكون عنده حاجه ناقصاني انا مش، فقلت له كل حاجه وانا مش عارف ايه السبب. ماشي. فبصراحه كنت حاسس ان انا مظلوم وانا مش مقصر. بس كويس انك انت تخرج كل اللي جواك ان انت تتعامل مع حد. هو حتى وعدني، بيقول لي طب توعدني بحاجه تعملها، قلت له عايزني اوعدك انا يعني ولا؟ قال لي قول. قلت له انا هفنش احسن لعيب في مصر. قال لي وانا عارف ان انت تعمل. قلت له وانا بقول لك واقسم بالله يا كابتن احمد ده حصل، انا اخر 20 ماتش في النادي او 15 ماتش انا لعبتهم 90 دقيقه و120 دقيقه حتى في اخر ماتش، وصنعت مثلا بتاع 7 8 جوان وجبت بتاع 3 جوان. فانا الحمد لله عندي طموح وعندي باور وعندي الحاجات دي، وده واضح يعني بالظبط. فالحمد لله. فدي كانت من اصعب المواقف اللي حصلت لي يعني. صحيح. نشوف اخر حاجه تليفون. وانت في بيراميدز كانوا عاوزينك تمضي في الزمالك في صفقة تبادلية وتمرنت 3 ايام لوحدك، وفي اليوم اللي كنت رايح تمضي في الاهلي جالك فلوس اكتر في الزمالك وكلموا وكيلك وانت رفضت. عايز اجابة سريعة. اليوم ده كان زي ما قلت لحضرتك في حد يعني مش هقول اسمه خلاص لان قلت كذا مرة، فمش هقول اسمه عشان ما يحصلش يعني بينه وبينه حاجة، لان هو محترم وانا بحترمه. صحيح. جالي وفي النادي وبتاع وكلمني قال لي احنا عايزين ابراهيم حسن من الزمالك وانت هتروح. ابراهيم حسن اللي هو الاشول اللي دوت في البنك. تمام. لعيبه المحترمه يعني. فالمهم راح قال لي، قلت له لا انا مش هروح الزمالك، انا جالي الاهلي واروح الاهلي. تمام. فبعد ما خلصت في الاهلي وانا رايح امضي وكده، في حد من نادي الزمالك يعني دلوقتي هو مش موجود، كلم كابتن تامر النحاس. كان يعني كابتن تامر ساعتها داخل في موضوع اللي هو يخلصوا لي في الاهلي يعني. مظبوط. فكلم كابتن تامر النحاس قال له انا عايز قفشه والفلوس جاهزه دلوقتي كذا كذا. قلت له يعني كابتن يعني ما كانش في حاجه لعرض اكبر من الزمالك ولا كان وصلنا ولا كان ولا انت وصلت؟ لا كان في كتير. بس انا مش انا مش انت كنت حابب بالنسبه لي الاهلي مش خلاص مش انت قفل قفل الموضوع. اه بالظبط. طيب فكره الكوت لان الوقت جاي مننا، خلينا نشوف فتره الكوت. والنهارده كمان يعني هنكون سريعين معاك، هناخد كارت واحد بس انت ونصيبك بقى هيطلع. بس خلينا ثانيه واحده كده نشوف ونرجع معاك تختار لنا كارت واحد اللي انت عايزه يا كابتن. يلا افتح لنا كده كارت واحد بس وانت ونصيبك ايه؟ بقى اي اللي عشان الوقت جاي مننا. حد بادي جرومبي زمان. يلا. انا هطلع من هنا هكلم مجدي الهوائي لازم يخلص معايا. كارت اصفر يا كابتن. طيب مين اللي هتدي له كارت اصفر في حياتك؟ مين اللي زعلان منه؟ وهتدي له او والله ما زعلان من حد. مش زعلان من حد خالص؟ لا والله. مش زعلان من اي حد خالص؟ والله ابدا. والله ما عندي زعل من حد ولا عندي اي مشكله مع حد. بالعكس ده لو حد زعلان مني يبقى هو اللي هو الخسران، لان انا ما بعملش حاجه وحشه لحد. خليني هكون سهل معاك النهارده، انت يعني والله دي حقيقه معانا. طيب اخر حاجه ودي على اسم البرنامج شويه الكابتن. بتديها لشخص هو بيبقى اهم شخص بالنسبه لك في حياتك، ده اللي انت بتهديها له، بتقول له انت بالنسبه لي الشاره دي انت هو يبقى مسؤول عني يعني في كل حاجه. شخص مؤثر في حياتك، شخص مهم في حياتك، انت بتهدي له شاره الكابتن. والدك والدتك؟ لا امي طبعا. امي امي وابويا. والدتك؟ اه هما الاثنين. لو ينفع اختارهم هما الاثنين يبقى هما الاثنين. طبعا انا عايز قبل ما اشكرك طبعا احمد فتحي معايا بكره ان شاء الله باذن الله، وده حد من احب الناس لقلبي. كلمة سريعة تقولها لأحمد فتحي عشان لازم نختم. جوكر حبيبي بحبك جدا على المستوى الشخصي وأتمنى لك كل التوفيق، وهو أول ما وصلت الأهلي خدنا نقعد في الأوضة معاه. فأنا بحبه جدا وبحترمه أصلا، وهو أخويا الكبير بصراحة. نجم النادي الأهلي كابتن محمد قفشة، وحلقة أنا شخصيا استمتعت بيها.